بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أرسلناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا لننجوا منكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا ومهتدون وما لي لا أعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صية واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما من رسول إن كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآيتنا من الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليكونوا من ثمره وما أملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كنجون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركم ونرسل خلا ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا كنا لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤذين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تمسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوما في شهود فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن عبدون آدم صراط مستقيم ولقد أذن منكم جبنا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصنعون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننجس من خلق فلا يكيدون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويعيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوب ومنها ينكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخذلون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم
وصافني صفا فزجرني زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويهتفون من كل جانب وحد أخر ولهم عذاب واصب إلا من خلف خلف فأتبعه شهاب ثاقب فاستبدهم واشهد أن قل عمن خلقنا إنا خلقناه من تل نزب والعجيب دوا يصحن وإذا ذكرون يذكرون وإذا رأوا ويدا يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا مثلنا وكنا ترابا عظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما ينزل واحدة فإذا هم يضرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون بشر الذين ظلموا أزواجا وما كانوا يعبدون من دون الله من الصراط الجحيم وكفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا تارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقون عذاب أليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنة النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس معين بيضاء نغذن للشاربين ما فيها غلوة معنى يوسف وعندهم قصران ترفعين كأنهن بيض مكنون وأقبل بعضهم على من يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أإذا مثنا وكنا ترابا عظاما إنا لمتينون قال هل أنتم متنعون فترعى الفرعون في سواء الجحيم قال تالله كدنا دون دين ولولا نعمة ربنا كنت من المخضرين أفما نحن بميتين إلى موتنا الأولى وما نحن بمؤمنين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم الشجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون من البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم لا سار يرون ولقد ظلقوا من مأسر الأولين ولقد أنظروا من فضل كيف كان قيمة موتنين ولقد فلقد نادانا نوح فننيم المجيبون ونجينا وعده من الكرب العظيم وجعلنا الدنيا دوما باقين وطنا عين في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن قد كان جزء المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغننا الآخرين وإن من شيعتنا إبراهيم إذا جاء ربه بقلب سليم إذ قال نبيه وقومه ماذا تعبدون أيفنا يتدون الله تريد فماذا نكم رب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عن مدبر فروحوا إلى أن ينفقوا على أن تكونوا لكم لا تنطقون فروحوا عن مدبر من يمين فأموال ونسيب ولا تعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيان فانقوا في الجاي ما أرادوا لي كيدا فجعلهم الأخوة أسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بني فما تمت ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين ونادينا ويا إبراهيم قد صدق رؤيا إن كذلك لنجزي المرسلين إن هذا لهو البلاء المبين وفدينا بذبح نذير وضر عين في الآخرين سلام على إبراهيم ذلك لنجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق ونبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الغنم العظيم ونصرناهم فكانوا من الغانمين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الصراط المستقيم وآوانا وآتيناهما الصراط وتولنا في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون تضعون بأن وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا سبحانه ويمسيه إلى عباد الله المخلصين وترون عليه في الآخر سلام على إلياس إنا كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليه مسلمين وبالليل فنادينون وإن يونس من المرسلين إذا بق إلى البرج المصن فالسامى فكان من المضحدين فانتقى من حد وهو مريم فلولا أنه كان من المرسلين للم يستنفي بعضن إلى يوم يبعثون ونبذله بالآراء وهو سقيم وأنبتنا عليه الشجرة ميقودين وأرسلناه إلى ميعاد يزيد فآمنوا فمتعنا إليه فاستمتم لربك البنات ولهم البنون أما خلقنا من الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا إنهم ليقولون وإنهم لكاذبون صفا البنات على البنين ما لكم كيف نقومنا فلا تذكرون أنكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم لمخضرون سبحان الله ما يصفون إن عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه من فاتنين إلا من هو صال جيب وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن السبيون وإن كانوا يقولون وأن عندنا ذكر من أولنا كن عباد الله المخلصين فكبروا فيه وسوف يعلمون ولقد كذبا ولقد سبقت كلماتنا عبادنا المرسلين إنهم وإن جندنا غالبون فتولى عن مدح وبس وسوف يسيرون أفبأذى من السجنون أفرأيت من درس من جاء وأبصروا فسوف يبصرون أفبأذى من السجنون فإذا نزل بساحة وساء صباح المنذرين وتولى عنهم داحين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين غفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنات ولا تحين بناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا ساكر كذاب أجعل الآلهتين واحدا إن هذا لشيء مجاب وانطلق الملأ منه عن مشمس على
والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عز وشقاق كم أهلنا من قبلهم من قرن فنات ولا تحين مناس وعجبوا أن جاءوا منذر قال الكافرون هذا سائر كذاب أجعل الناديتين واحدين هذا نشيء جاب وانطلق البلو منه أن يمشوا واسيروا على آليات من هذا نشيء يراد ما سمينا بهذا في المنة الآخرة إن هذا إلا ختناق أوزن عليه ذكر بني نبعه في الشك من ذكر بل لما يذوق عذاب أعيدهم خزائن رحمة ربك عزيز وهاب أم له من قل السماوات والأرض وما بينهما فلا يردكم في الأسباب جند ما هنالك منصوب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد والثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فهو عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال سمنا بالعشي والإشراق والطير مشهورا كل له أواب وشددنا من قواد رحمة وفصل نظام وخذ بكذ وخذ بيدك ذي وسوف ادري ولا تحنس وجدنا صابرا لمن إنه أواب بسم على ما يقولون واذكر عبدنا داود إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إن سخرنا الجبال يستمنا بالعشي والإشارة والطير مشهورا كل له أبواب وشددنا ملكا وعتينا رحما وحبسنا الحضاب ولدينا نبا حسن إذا سوار المخراب إذا دخلوا على داود فازيا منه قالوا لا تخاف عثمان فهو بعد على عباد فقم بيننا بالحق ولا تشري واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له نس وانس وجن وانا ناجل وقال أوفني وعزني في الخضاب قال لقد نبغى مسوعلنا جادلنا نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بدو على بادل إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو وظن داود أن من فتن واستغفر ربه وخر راكئه وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إن جنك خليفة فانفر لفاكم بين الناس منك ولا تتبعين هوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله إنما ذهب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات مفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار إذا أمن السماء إليك ومن يتبان ويأتي وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان بن عيب إنه أواب إذ عرض عليه بنعش الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى دور بالحجاب ردتها علي فورد علي فضفق مسا من سوق العلاق ولقد فتنا سليمان والقين على كرسي جسدا ثم عناب قال ربي اغفر وابني بنكا يا بني حد من بدء إنك أنت الوهاب فسخنا ولي حدا جنب عمري نخاء عيث وصواب والشيطين كل بناء وخواس فخارين مقارنا في الأسفاد هذا أطاؤنا فمن أو أمس بغير حساب وإن لو عندنا لسنف وحسن معاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان من اسمي وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
ووهبنا له عهده ومسنه معهم رحمة منا وذكرنا وللألباب وخذ بيدك الغيث فاظلم ولا تحن نفسنا وجنا صابرة نعبا عبد وعواب وذكر بدن إبراهيم سانقى ويعقوب وللأيدي ولا بصار إنا خلصنا يخاني صديق ذكرتان وإنا عندنا لمن المصطفين الأخيار وذكر إسماعيل واليسع وذكر فانقل مننا وخل مننا خيار هذا وإنا للمتاجر حسن باب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وإنهم قاشرة ضرب أسرب هذا ما توعدون لكم هذا ما توعدون اليوم الحساب هذا ما توعدون اليوم من حساب هذا وإن المدعو السلام هذا ما توعدون حساب من أفضل وإن المطلقين الأشرية هذا ما توعدون لكلهم هذا ما توعدون اليوم من حساب إن هذا لرزقنا من نفاد هذا وإن لطاهين لشرب جهنم يسن وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتمونا فبئس القرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعود من الأبشار أتخذنا مسحريا أم ساغدانكم الأبصار إن ذلك لحق خاص أهل الله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ نذير أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم من علم بالمعنى على إذ يختصم يوحى إلي أنما أنا نذير مبين وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت فنفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين يوم معلوم قال فبإذنك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألك عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله دين خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يدخل ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله واحد والله عزيز غفار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
وسلما على هو العزيز الوفات. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من النعم ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهات وخلق من بني خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تغفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد كفر وإن تشكروا يرضهونكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه ونسي ما كان يدعو إليه من وجعل منه وجعل إليه أندادا يهدي نفسه به قل دمت بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن قانت أمن وقانت آن الليل الساجد وقائما يحضر الآخرة ورجو رحمة ربي قل هل يستوي الذي يعلمون والذي يعلمون إنما يتذكرون الأرباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمنت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمنت لأن أكون ولا المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دون ما شئت غنيضا وغانمين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عبادي يا عبادي فاتقوا عبادي يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدونها وأنابوا إلى الله إلى أمر بشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن أقوى عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله لا يخلف الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج من السماء مختلفا ألوانه ثم يهيج فطار مصفرا ثم يجعله طاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل قاسية قلوب من ذكر الله هناك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية شائن من جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنود وقلوب من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوق ما كنتم تكسبون عذاب الذين من قبلهم فاتهم عذاب حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا شركاء فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.